السلام عليكم، معكم الفارس. لا تقبل الفطار وعافية. فيديو اليوم بيكون على نظرية مجنونة في كلاش في كلاس. بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا فيديو اليوم بنتكلم فيه على نظرية حسها مجنونة صراحة، النظرية على النهر الموجود في كلاش في كلانس. طبعا هذا النهر كان موجود في البداية ولكن أزالوه كلاش في كلانس. وأيضا في تعليق للمطور داريان ذكر إنه ما في شيء بيطرحوه في اللعبة إلا وله معنى، يعني أحس إنه في شيء خلف هذا النهر، خصوصا إنه لو تلاحظ في القرية الليلية صايرين مضيفين يعني كسور كبير في القرية الليلية. فأنا عندي نظرية مجنونة أقول إنه من الممكن يضيفون لنا قرية خامسة. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. طبعا أظن أن هذا الكلام ممكن ما يدخل العقل، لأنه عندنا حاليا 4 قرى، عندك العاصمة وقريتك الأساسية وقريتين في القرية الليلية. يعني لو تلاحظ أنه عندك النار وعندك يعني حاجز كبير موجود في القرية الليلية، فينا نعتبره تقريبا كيف أقدر أقولها، كحاجز أو كقرية تربط بين القريتين، يعني كأنك قادر إنك تنقل الجنود وأشياء نفس هذه وتنقل موارد. بشكل عام ما بقول إن في قرية، ولكن واحد يستغرب يعني من وجود النهر جدا، حتى إن في جسر على النهر لو ما تلاحظ، يعني في شيء مؤكد موجود في هذه المكان إنه بيجي في المستقبل. يعني لو لاحظنا إنه كمية اللاعبين الذي طلبوا انه يكون في قرية تربط بين قريتين، وللآن يعني ما عملتها كلاش الى هذه اللحظة. فأظن مش متأكد، يعني من الممكن تكون قرية خامسة. صراحة الموضوع مفاجئ، لانه صار عندنا 4، يعني كيف بنقدر ندير 5 قرى في وقت واحد؟ يعني عندك القرية الليلية والاساسية، وعندك ايضا عندك عاصمة القبيلة، يعني ما حد يلعب فيها عاصمة القبيلة الا علشان عملات الغارات، ولا ما حد بيلعب فيها. او بشكل عام يعني عندك اكثر من قرية، انت مش قادر تتحكم بكل شيء مرة واحدة. فمن الممكن تكون قرية، من الممكن ايضا تكون شيء تشبه مباريات القبيلة، يعني تقدر تهجم فيه مثل مسار الغيلان او شيء مثل هذه، يعني بيكون شيء ثاني مختلف عن الذي نعرفه. مع انه للامانة الشيء الاكثر الذي انا اقوله انه لازم تكون قرية ثانية مؤكدة، لانه فيها شيء مثل الطريق قادر تمشي، وفي حتى في التحديث الذي تكلمت في كسور بشكل عام. ففينا نقول ان في قرية موجودة تحت الماء او شيء يعني مشابه لها. بس بشكل عام يعني قادر انه يعني يربط بين القريتين، مش شرط انها تكون قرية. حتى انه لو تلاحظ القرية الثانية في القرية الليلية، يعني هي عبارة عن في الاصل عن نفق موجود او كهف عفوا موجود في القرية الليلية. فما نستبعدش انه من الممكن نشوف هذا الكهف او هذا النهر الموجود في كلاش يكون عبارة عن نفق موجود بين كهف القرية الليلية وبين النهر الموجود في القرية الأساسية، يعني ما نستبعد شيء كبير. وبشكل عام احنا عارفانين في الأصل ايش هذا الشيء، مع انه المطور قال انه ما في شيء بيطرح هكذا على الفاضي. فمن الممكن يكون المطور نفسه جالس يكذب علينا وجالس يقول يعني نمشيها عليهم وخلاص يكون الزينة، ولكن الموضوع ما يدخل العقل نهائيا، خصوصا المطور في البداية كما قلت رد. وايضا لو تلاحظ معظم التصاميم الذي بتجيبها كلاش فيها كنوع يعني كبوابة او شيء من هذا القبيل في المنطقة هذه بالذات، يعني مش كل التصاميم بشكل عام، ولكن في تصاميم كثيرة لو تلاحظها ان هذا الجهة بالذات مفتوحة، بحيث انه لو تدخلها على طول انت داخل منطقة او داخل قرية او شيء من هذا القبيل. يعني ما حد عارف للآن ايش الشيء الذي بيكون مصير هذا النهر، ولكن بشكل عام يفضل انها تكون قرية. عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص.
فوق الكرة الأولى، يعني معنا أربع وتكون الخامسة، ونكون حاليا معنا خمس كرة وما نقدر ندير ولا كرة، نجي نفلت اللعبة من مرة واحدة. حبيبي. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك، أحبكم جميعا ومع السلامة.